أما البداية مع ضيفي في استوديو عضو الأمانة العامة لقوى 14 أذار أستاذ نوفل دو. أهلا وسهلا فيك أستاذ نوفل. مساء الخير ست كلها. يا هلا. ورئيس حركة التغيير أستاذ إلي محفوظ. أهلا وسهلا فيك أستاذ إلي. عضو الأمانة العامة بامتياز وبفخر لحتى من إيه لا اليوم عندنا يعني رأيين متناقضين على الآخر فإن شاء الله ما بتتخانقوا. رأي وخيو. طيب أستاذ نوفل أهلا وسهلا فيك. بداية قلنا هي مش محسوبة وإن شاء الله مش حنحسبها عليك، بس بدنا نعرف رأيك موقف من مشهدية امبارح. أول امبارح عفوا. بالنهاية ما في كمسيحي وكلبناني، وهذا الكلام مش لصف الحكي، ما في إلا ما أرتاح وقت اللي في فريقين سياسيين عم بيتقاربوا وعم بيحكوا مع بعضهم حتى لو ما وصلوا لاتفاق. مجرد الحكي شغلة جيدة، كيف بالأحرى إذا وصلوا لشيء هن بيعتبروا اتفاق، وبكل أسف أنا بشكك فيه لسبب بسيط. أكيد هون ما عندي أدنى شك بصدقية الدكتور جعجع، مش من باب تبييض الوجه وإنما من باب التاريخ السياسي. يعني عندما يقول الدكتور جعجع أنا ملتزم بالبنود العشرة يلي عددها، هيدا تاريخه، هيدا ماضيه، هيدا حاضره، وأنا بتأكد إنه هيدا مستقبله. وبالتالي اللي راح أقوله ما له علاقة بالدكتور جعجع لا من قريب ولا من بعيد، وإنما له علاقة بصدقية العماد عون يلي جربناها من سنة 88 لليوم، ويلي هي مجموعة انقلابات ونكوص بالوعود ومخالفة التعهدات بشكل واضح. أنا بتذكر تمام يعني، ويمكن ما كان بوقتها أني أتذكر، بس ما كان فيه أنا وعم شوف العماد عون امبارح عم بهز براسه ويقول مزبوط أنه أنا بتبنى هالبنود العشرة، ما في إلا ما أتذكر ليلة 23 أيلول 88 بقصر بعبدة، وقت اللي أخذ الدكتور سمير جعجع على جنب وقال له بشرفي العسكري يا حكيم كيف بعامل الجيش، رح عامل القوات. وظهر الدكتور جعجع من قصر بعبده وقال هيدي حكومة استقلال وأكثر. شفنا النتيجة شو كانت، شفنا نتيجة تعهد العماد عون شو كانت. حرب الإلغاء بتقصد؟ بحكي حرب الإلغاء وما تلاها. انت بتعرف تبريراتها كثير منيح من جهة الشرعية. ما بدي أقول تبريرات. هو قال بكلام كثير واضح، ما كان في يقول العماد عون في شرعية في مش شرعية، هو قال بشرف العسكري يلي بعامل فيه القوات بالجيش بعامل فيه القوات، يعني بوقت اعتبر الجيش والقوات اثنين شرعيات، وبالتالي رجع صار انقلاب. عرفنا كيف بعت النواب على الطائف وقبل بالبنود السبعة، وبس رجعوا النواب من الطائف كيف خونهم وكيف سبهم وكيف بعت الناس تخبطهم ببيوتهم وكيف شحطهم من بيوتهم وإلى ما هنالك. وعدي والحقيني وصولا إلى أنه مبارح عم بسمع بهالبنود العشرة مجموعة مسلمات كلنا سوا ما فينا نغبر عليها، لأنه هيدا نضالنا وهيدا تاريخنا. وقت المنبلش منقول الالتزام بوثيقة الطائف وبالقرارات وبالقرارات الدولية. خليني أقول اتفاق الطائف، العماد عون شو قال عنه ببرنامجه الانتخابي سنة 2005، البرنامج المكتوب بيقول عنه ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. طيب امبارح العماد عون عم بيقول لي أنه هو مع اتفاق الطائف، وهون عم بخبرنا بذات الوقت انه مع حزب الله. بس طيب. انتبه بالبنود العشرة ما بتعتقد انه دكتور جعجع كان مفروض يحط شيء له علاقة بالسلاح غير الشرعي اللي هي معركته من يوم ما ظهر من السجن؟ انا واصل عليها يعني كيف بدك تلوم العماد مش العون بذلك؟ لحلك وقت اللي يمكن يعني صاحب الدار أنا كان لازم أنا هو يدرجها. وقت اللي الدكتور جعجع قال اتفاق الطائف، واضح اتفاق الطائف شو بنص. وقت اللي قال القرارات الدولية قلت لك ما عندي يعني الدكتور جعجع اللي قاله ما في لبس، القرارات الدولية واضحة. شو بقول العماد عون على القرارات الدولية؟ بغض النظر عن رأي هذا الطرف عن الرأي عن القرارات الدولية والشرعية الدولية، العماد عون بيقول بنفس البيان الانتخابي يلي انقلب عليه بعد جمعة، بغض النظر عن رأي هذا الطرف أو ذاك بخيارات حزب الله الأيديولوجية وعلاقاته مع سوريا المشكوك في حسن نواياها تجاه لبنان، فإن عمله العسكري حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كان يندرج في إطار مقاومة الاحتلال وفقا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. بعد الانسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي، فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة، ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار القرار الوطني من قبل طرف واحد. طيب أنا بدي إشي أقول العماد عون يلي كان عم بيقول أنا بقبل بهودي البنود العشرة، كيف في يقبل بالبنود العشرة ويكون ملتزم بورقة التفاهم مع حزب الله؟ أنا هذا
خلافي او هيدا مأخذي على اللي صار امبارح، مأخذي بالشق كيف منصدق العماد عون. عندنا تجربه طويله عريضه، البعض بيقول انه اذا بدنا نضل قاعدين بالتاريخ ما بنبني مستقبل، عظيم، بس صدقيه الشخص لها دور. انه اليوم وقت اللي انسان ما بحياته التزم بتعهد، كيف بدي صدق انه بده يلتزم بتعهد اليوم؟ كيف بدي سلمه مصيري ومستقبلي؟ في حدا لم يعتمد التغيير بلبنان؟ يعني هون استاذ إلي محفوظ حركه التغيير، اكيد قصده تغيير بغير مجال، بس فكره تغيير المواقف ما في حدا ما اعتمدها من اي شخص من السياسيين اللي عملته هلا مع العماد ميشيل عون، ممكن نعمله على اي شخصيه باكثر بكثير بعد. لا. باضعاف. لا, لا, لا مش هالقد 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 انه الشغل، يعني انا بفهم انه اليوم الانسان يكون في، وبالنهايه بالعمل السياسي ما في شيء جامد بدنا نقوله، بس انه اليوم الانسان يوضع الموقف السياسي اللي بده ياخده بتصرف الهدف يلي هو رئاسه الجمهوريه، بتصرف السلطه فقط، مش يعني في شيء من مطرح انا برجي بقول هلا حر كل الانسان يعمل اللي بده اياه، بس مش معناتها انه انا مضطر اوثق بخيار العماد عون لرئاسه الجمهوريه. بالعكس، انا ما في ولا باي لحظه من اللحظات اوثق. يعني طيب انا 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 امبارح عم بحكي انه انا بحياتي ما تعطيت بكيديه مع حدا. شو ما تعطيت كيديه مع حدا؟ هذه الون واي تيكت اللي عملتها وسميت السنة، وهو ما هو انتبه ما قرب على السنة أبدا، ولا مرة حكي كلمة بحق السنة، لا قال هودي داعش لبنان، ولا قال هودي عم بيسرقوا لنا حقوقنا مثل داعش بسوريا. هو تحدى حدا يلاقي له تصريحات من هذا النوع. طب هيدي تفضلي قايلها ولا مش قايلها؟ هلا بيقولوا لي لا، كان في مظاهرة حملوا أعلام يعني انه مستقبل لما كان الحكيم موجود بالرابي وعبدوا للجنرال وحكيوا وصرحوا في الخارج، هي كانت أكثر من مصالحة، مصالحة تمت قبل، كان في نقاط على التفاصيل، كان في مفاوضات خلينا نقول بالمعنى للوصول الى هذه اللحظه امبارح، واكيد كان في عوامل ثانيه، يعني ما فيك تقول امبارح الا ما كانت لحظه دعم لهذا الترشيح. خليني اقوله بقناعه انه انا اثق بشخص سمير جعجع، وانا معرفتي بسمير جعجع منا قديمه مثل معرفه يعني نوفل، كان منضوي بصفوف القوات اللبنانيه وبتصور فكرا وعقيده بعده ملتزم بهذا الخط. بس خلال العشر سنوات اللي مرقت يلي صار في تعاطي مباشر وبتماس مباشر مع سمير جعجع، انا تاكد لإلي بالملموس انه هذا الرجل مستقيم بالسياسه، هذا الرجل ما بيبيع وبيشتري، هذا الرجل منه ساعي للعبه السلطه، وهذا الرجل اذا شبك مع الشخص بيروح معه للاخر، واذا خاصم بخاصم للاخر. ليش عم اقول هذا الكلام؟ عم بقول انه بوثق بسمير جعجع، بس لانقل بالمقابل اقول طبعا انا لا اثق ب ميشيل عون. انا شخصيا ابن هاي القضيه اللبنانيه، بالنسبه لي كل من ينتمي الى الخط السوري تابع لبشار ولا حسن نصر الله ولا غيره، بالنسبه لي بيشبهوا بعضهم. يعني ميشيل عون وفرنجيه صار في نوع من تسابق مين ايراني اكثر او مين سوري اكثر، انا مش هون الموضوع. انا وقت قلت بوثق بسمير جعجع، انا بعرف انه سمير جعجع لا يزال متمسك بثوابته الأساسية. هلأ بتقولي لي ليش ما ذكر سلاح حزب الله في هذه اللحظة بالذات؟ عم تحطيني محله لحتى اتحكم بهيدي اللحظة. لا أنا عم بسألك لأنه في ناس يعني دفعت ثمن كتير غالي. عظيم، بس خليني أقول بهذا الإطار أنه كنت عم بحكي عن المشهدية. أنا سئلت مبارح من كتار الأشخاص أنه أنت ليش ما كنت بمعرب، وأنا من الأشخاص يلي أدعى دائما، أنا وأستاذ نوفل، دكتور فارس سعيد، ست ميش ضياء، يعني هذه الوجوه أنا يعني بقدر جاوب عن حالي، أنا بالفعل ما إجاني دعوة على هذا الموضوع، وبتصور بفهم ليش ما إجت هذه الدعوة بهذه اللحظة، بس تبين لإلي أنه الجمعة اللي كانت موجودة بمعرب يلي بتضم الكادرات القواتيين ومن ضمنهم وعديد منهم كانوا ضباط بالقوات اللبنانية، أنا شفت امبارح ما شفت الترشيح لميشيل عون، شفت المشهد المصالحة اللي كان لازم يصير يمكن من سنوات طويلة. ما بقدر بالرغم من أنه أنا في خصومة شرسة مع العماد ميشيل عون، في دعاوي حضرتك بتعرفي والكل بيعرف أنه في دعاوي بيني وبينه، هذه المصالحة يجب أن تحصل، لأنه ما بقدر شوف كل الناس عم تتصالح مع كل الناس، بس حدا بيتصالح وبرشح بنفس الوقت. لا لا لحظة، هلا بنحكي عن الترشيح، خلينا نحكي عن المصالحة. أنه ليش هالاستغراب انه كيف بيلتقوا، كيف بيجتمعوا، كيف بيتصالحوا؟ طيب ما كل الناس عم تتصالح مع كل الناس. بس ما معك حق، بس اقول لك ليش بدنا لما كان الحكيم موجود بالرابي وعبدوا للجنرال وحكيوا وصرحوا في الخارج، هي كانت اكثر من مصالحه، مصالحه تمت قبل، كان في نقاط على التفاصيل، كان في مفاوضات خلينا نقول بالمعنى
للوصول الى هذه اللحظه امبارح، واكيد كان في عوامل ثانيه، يعني ما فيك تقول امبارح الا ما كانت لحظه دعم لهذا الترشيح. ليش بدنا نقدر لحظه اصحاب العلاقه هن بيرسموها؟ انا يمكن هو راسم انه بده يجيب هول الكادرات ويعمل مواجهه بين ميشيل عون تحديدا اللي وبين هالشباب اللي صار في قتال وصار في دم وصار في يعني مصالحه ما لازم يكون فيها مصلحه، مش مفروض يكون في رئيس جمهوريه ومقعد لا تكون المصالحه مصالحه حقيقيه لما يكون في غايه ما هلا بننتقل للترشيح ما لها مصالحه حقيقيه بينتهي الاستحقاق بنرجع مطرح ما كنا رح ننتقل للترشيح انا ما بدي اجزم بس يعني اغلب الظن انه هيدا الثمن الكبير يلي دفعوه المسيحيين خلال سنوات طويله ما كان بيقدر يصير ويمكن هالوثيقه يلي وثيقه المصالحه عم بحكي يمكن ما كان بيقبل فيها الجنرال عون من دون ثمن، ثمن هو ترشيحه. انا عم بستنبط من عندي انا ما عم بجزم. ليه مضطر؟ بس لا بس اعلان النوايا اللي صار قبل والامبارح اني اطلع شهني اعلان النوايا ما في شيء جديد. نوفل انت يعني قريت وانا قريت وكلنا قرينا انه ميشيل عون يمكن عم بقول برجع بقول يمكن لانه ما فينا نجزم صعوده الى معراب بهذا الشكل وبهالاحتفاليه بده يكون في ثمن. يعني عم بتوافقني انه منا مصالحه حقيقيه، في مصلحه ما في مصالحه. بلا ما نشكك، ليش بدنا نشكك منا حقيقيه؟ خلينا نقول مصالحه. لا لما ميشيل عون لما تقول لي فيها ثمن لهذه المشهديه، يعني هيدي المساله في لها علاقه بالوصول الى قصر بعبده. بس خليني ارجع اقول انه انا مشهديه 48 ساعه اللي مرقت شفت فيها المصالحه يلي كان لازم تصير وموضوع الترشيح وكانه تجاهلته او عم تجاهله عن اصل عم تجاهله مش مصدق مش مصدق. طيب حضرتك مصدق استاذ نوفل لو مصدق ومكتر يعني انه صار انا كمان مش مصدق مستوعب هذه المشهديه بشكل واضح جدا لديك، ما كنت بتعتقد معقول تشوف هذه الصوره يعني انت كقوه. انا مش ضد انا مش ضد اني اشوف هذه الصوره طبعا انا يعني انا مش بقول لك انا من انسان من اللي خاب املي من صورتين ترشيح سليمان فرنجيه وترشيح ميشيل عون يعني انا مش مشان هيك كان 14 اذر رفعت الاستسلام يعني استسلم اكثر من يعني انا بقبل الاستسلام لو كانت استسلام راضي بنقول بنطلع على هالناس بنقول لهم يا خيي موازين القوى ما بتسمح لا حول ولا قوه الا بالله بدنا نجيب واحد من 8 اذار بس اما تصير المباراه انه نحن قديشن مناح ويدلنا بلاهم او يعني او المباراه الاي اقل سوءا خلينا نقول بالنسبه لبعض جمهور 14 اذار اللي فعلا لحلك انا 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 بعتبر حالي واحد من جمهور 14 اذار وما عندي موقع قيادي انا من الناس اللي بيسمون هودي قاده راي واللي ما حدا بياخذ برايهم هودي بس خلينا نجي نقول لك شغله اللي مطروح على الناس شو هو اليوم اللي مطروح على اللبنانيين شو هو اليوم من خلال ترشيح سليمان فرنجيه وترشيح ميشيل عون المطروح أنا برأيي هو إعادة نموذج 90-2005 من خلال شخصين كل واحد عنده إداء مختلف الرئيس الحريري وقت اللي رشح سليمان فرنجية بذهنه نستعيد تجربة الياس الهراوي يلي كان فيها ترويكا فينا نمرق مشاريع اقتصادية وتنموية وإلى ما هنالك وبتكون السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية بإيد السوريين اليوم يا خي اذا السياسه الدفاعيه والخارجيه والعسكريه والامنيه بايد حزب الله خلينا نمرق لنا شويه مشاريع بهالقصه بنعمر لبنان لنشوف كيف الله بده ييسر علينا. بالمقابل دكتور سمير جعجع طرح على خلفيه حق المسيحيين في السلطه وحق المسيحيين في التمثل في السلطه انه لا منجيب الاقوى مسيحيا علما انه انا ما برايي انه ميشيل عون هو الاقوى مسيحيا رايي الشخصي سمير جعجع هو الاقوى مسيحيا وفي احصاءات القوات خبرونا عنها على مدى سنتين اللي قطعوا انه هن صاروا اقوى من العماد عون وانا عندي كامل الثقه بهالموضوع. عم بيطرحوا نموذج ايميل لحود في السلطه بمعنى انه ما بنخلي رفيق الحريري يشتغل واليوم بنجيب عرقلي وتعطيل يعني عرقلي وتعطيل طيب اول وحده يعني الف رحمه على أول رئيس الياس الهراوي بكل الاحوال الف رحمه على رئيس الياس الهراوي لحقلك العمليه بترشيح سليمان فرنجيه من حق الدكتور سمير جعجع يخاف لانه هذا العهد يلي عم نشبهه فيه ادخل الدكتور جعجع الى السجن مع العلم انه الرئيس السهراوي قال له اترك البلد عال شو قال له اترك البلد يعني سجن اخر مين قادر يحمي مين يعني عال فاذا برجع بقول لك معلش عم نشبه الموضوع صحيح الناس صحيح. شوي صغيره يكون صورة حلوة. على صوره شغله ثانيه اليوم من حق
الرئيس سعد الحريري خاف من ميشيل عون لأنه في تجربة بيو مع العماد إيميل لحود انتهت بقتل واغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي أنا اليوم بيجي بقول جمهور 14 أدار شايف هاي الصورة، الناس العاديين شايفين هاي الصورة، الحزبيين بدهم يسلفوا قيادات أحزابهم، أنا بعطيهم كامل الحق، كامل الحق انه هودي انا عندي ثقه بقائدي، عندي ثقه بزعيمي وانا ما راح اخذله، طلب مني هالشغله بدي اعمل اياها. مش انا شخصيا استاذ نوفل في كمان بروباغندا يوميه انه الحق المسيحي والحق المسيحيين وحقوق المسيحيين، ما بتعتقد انه هيدي المشهديه خلت المسيحي يقول انا هلا صرت بشبه الثنائيه الشيعيه او بشبه مش صحيح. والدليل الطوائف المفروزه والدليل ما زبطت لسبب بسيط، اليوم رد فعل الرئيس بري شو كان؟ شو كان اليوم؟ سمعتي شو قال؟ انه من الرئيس بري بيقول لهم مشهد معراب مش كافي لرئيس جمهورية، شو عم بيقول لهم يعني؟ انه انتم ما راح فيكم تكونوا مثلنا لسبب بسيط، ما عندهم سلاح. وهون المشكلة الأساسية، أنا أكيد حق المسيحيين في استعادة كامل مواقعهم في السلطة ليصبحوا على قدم المساواة مع المسلمين بطريقة التمثيل، هيدي شغلة مقدسة عندي. يعني بس اللي بيكون عنده سلاح بيسيطر على الطرف الآخر وبيمشي الحال بالثنائية؟ لحلك ايه طبعا ما في دونو دونو يعني من ند للند مش موجود. ما في ند للند، وين من ند للند؟ بشو؟ انا رح ارجع اقول لك بولا، المشكله اليوم انه اذا ما اقترنت المعركه المسيحيه من اجل تصحيح التمثيل في السلطه بمعركه استعاده الكيان والوطن على الدنيا السلام، ان شاء الله اليوم بجيب القاده المسيحيين الاربعه الكبار بنقول لهم سموا 64 نائب مسيحي، وبيسموا 64 نائب من احزابهم، اذا تكرموا على المستقلين او على الاحزاب الاخرى بنكون كتر خيرهم، ما تكرموا ماشي الحال، يسموا 64 واحد من اللي هن بدهم اياه. هول 64 اذا اجوا على مجلس النواب مثل ما هن بدهم، وضع حزب الله بالبلد مثل ما هو، شو قادرين يعملوا؟ قلت لك بالاول تجربه الرئيس الحريري ب 40 نائب بمجلس النواب، ب 40 نائب بمجلس النواب، عنده اكبر كتله نيابيه، نزلوا القمصان السود، انتهى الموضوع، خلصت عند الحدود. ما احنا عارفين دولة قانون ومؤسسات ما في. انا بدي اتوجه للمسيحيين بالقول بمثل صغير، بدي احكي بالامثال اليوم، مش هيك؟ وضع المسيحيين اللي عم بيطالبوا بالسلطه بدون السياده اليوم مثل وضع ثلاث رواد فضاء حطيناهم بمركبه فضائيه وبعثناهم بمدار حول الارض لمدى اربع خمسة اشهر بدون اكل، بس قلنا لهم هيدي مليون دولار تشبرقوا مثل ما بدكم وقاعدين بالجو. نحن اليوم وضع المسيحيين بمجلس النواب 64 نايب قواتي وعوني وكتائبي ومرضى، ومثل ما قلت لك اذا تحننوا على الباقيين كتر خيرهم، ما تحننوا بلاهم. هودي بوجود حزب الله مثل رواد الفضل بالجو معهم مليون دولار ما عندهم دكان يشتري منه قنينه مي. كمان كثير حلوه الصوره، بس بده يضل في مصلحه مشتركه ما بين اللبنانيين يعوزوا بعض على القليله، اذا بطلوا يعوزوا هن عايزين بعض، وهيك الوضع بالسياسه وهالقد مهترئ الوضع السياسي ما بين الافرقاء على الاساس المذهبي والطائفي، فكيف اذا مش عايزين بعض؟ انا مقتنع بهالموضوع، بس بدك تقنعي حزب الله اليوم انه انت ضمانتك بهالموضوع هي الاحتضان اللبناني لإلك، لا الاحتضان الإيراني ولا الاحتضان السوري ولا الاحتضان الروسي ولا أي احتضان آخر. هيدي مشكلتنا مع حزب الله نحن من 10-15 سنة على الأقل لليوم. هذا الاحتضان اللبناني مؤمن اليوم عبر غطاء مهم جدا من قبل العماد ميشيل عون وأطراف أخرى، بس أنا بدي أسأل. بس معلش قبل ما تضيع الفكرة، لأنه قلتي هيك، أنا ما عندي شك إنه العماد عون مأمن الغطاء لحزب الله وحزب الله مأمن الغطاء للعماد عون. أنا خوفي على الرئيس سعد الحريري وعلى الدكتور سمير جعجع، لأنه باللي صار مبارح وباللي صار قبله بترشيح فرنجية، الرئيس سعد الحريري إذا بده يختلف مع الدكتور سمير جعجع فقد الشريك المسيحي، لأنه العماد عون لن يكون في يوم من أيام شريك مسيحي لإله. وإذا الدكتور سمير جعجع خسر علاقته بالرئيس سعد الحريري خسر غطى المسلم، لأنه حزب الله لن يكون في يوم من الأيام حليف لل رغم انه النقاط العشرة ما فيها ولا شيء بتضايق حزب الله بلا شك من الاشكال، لا لا فيها القرارات الدولية فيها كثير واضح. اي لحظة خلينا نرجع، موجودة لحظة موجودة بالدستور وموجودة ودائما بنأكد عليها. طبعا هيدي القصة هيدي كل يوم بنحكي فيها بالشعارات قد ما بدك فيه، بس بضايق حزب الله هو الكلام المباشر اللي له علاقة بالمحاور وله علاقة بالسلاح. هذا الشخص في أكثر في بسط لحظة في بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، هيدي إذا بدك فيك تعتبروا انه ضد ميليشيات او ضد اي حاله خارج الدوله، بس عمليا انت ما قلت
ما حطيت اصبعك على الجرح بالطريقه اللبنانيه. أنا عندي شيء من الثوره على ما جرى في معراب امبارح لناحيه ترشيح الإمام عون، مش هيك؟ بس ما بوصل لهلا، خليني لانه هلا هيك معناتها نحن صرنا في نوع من اذا بدك هيك لا لما تصيغ نقاط 10 شو بتكون عم تعمل؟ بتكون عم تحفر بالكلمات لتلاقي شيء تطلعه كمان انت عم مع قواسم مشتركه. قواسم مشتركه هون عم تقولي اليوم اذا بتجي بتقولي هيدا مؤتمر صحافي للدكتور سمير جعجع عم بيعبر فيه عن موقف القوات، انا بفهم انه الدكتور جعجع اذا ما جاب سيره حزب الله بالمباشر انا بدي اقول له والله عتبان عليك، بس اذا كان في نوع من التسوية على نص معين انا بيجي بقول هذا النص المعين كافي بموضوع التسوية. يعني انا عم بحبش هون السؤال، السؤال هو انا معك كقواسم مشتركه، بس السؤال للناس اللي عم تحضر المشهد اللي محفوظ مثلا اللي كان موجود على التلفزيون مش معزوم طيب على فوق، براسك انه تغير العماد ميشيل عون ليكون موجود في هذا الموقع ام تغير دكتور جعجع قبله مثل ما هو؟ يعني منه عارف دكتور سمير جعجع انه هذا الرجل نفسه اليوم الذي يعتبر انه هو احق في كرسي الرئاسه مستعد انه يسمع القرارات الشرعيه الدوليه ويقول له لجبران تبقى تذكرها وننكت ونمزح بالكلمات وبالشعارات لانه بنعرف ما حدا بحاسب. لحتى ما تقولي لي انه ما رح تجاوبني، بس في شيء قاله نوفل كثير مهم فيك تلبيني شي مره قبله؟ لا بس انتبهي، مش اول مره الجنرال بيوافق على نقاط في اعلان بعبده لك يا اعلان حياد لبنان عاملين كان بعده بباريس عاملين شيء اسمه الكتاب الاسود جرائم سوريا في لبنان طبعا يعني مفندين 550 جريمه ارتكبت هول الوراء بيقدروا اعلان بعبده حزب الله قال له محمد رعد يعني غلون واشربوا زوماتهم هيدي الكتيبه على الوراق ما بتنفع انا بهمني السلوك السياسي بس قبل كل اللي حكيته بدي احكي لبولا وبدي احكي لنوفل وبدي احكي لكل اللبنانيين في سؤال ما عم تسالوه انتم ليه وصلنا لهون ومين اللي قال ومين اللي كرس انه يجب ان يكون الرئيس من جماعه هيدا الاسد وحزب الله هيدا بعد الفاصل مين اللي فتح الرد وليش الرد لا الوردي انا ما اقول انا ما اقول مين بلش ومين رد عليه بس انه مين الرئيس سعد الحريري بعد الفاصل قبل لحظه بعد الفاصل بس جاوبني في حدا وشوش جاوبني مين تغير وجاوبني اهم من ذلك لماذا قبل اليوم دكتور سمير جعجع بعماد ميشيل عون كما هو بدك هلا بلا ما يغيروا لان لو مغيروا كنا شفناها بالنقاط العشره انا جوابي السريع وعلى ما يعني اعلم وبعرف او تعرفت على سمير جعجع خلال 10 سنين انا برايي هذا الرجل الاثبت في الحياه السياسيه في لبنان والاجرأ واللي انعمل امبارح في كثير من الجرأه وقليل اللي بيقدروا بيعملوه بغض النظر عن موقفنا من ترشيح ميشيل عون مين الممكن يغير انا تصوري اذا الجنرال عون اليوم بيقولوا له إذا انتسبت للقوات اللبنانية وحلفت يمين بمعرب تعمل رئيس جمهورية هلا مستعد يعمل قوات لبنانية وبكره قادر يعمل وطنيين أحرار وبكره قادر يعمل تيار مستقبل ست بولا اللي بيقعد مع الرئيس الحريري وبينعمل له عيد ميلاده ببيت الوسط دايما في جاتو بيروح لعنده معه سكر على الجاتو إنه اللي بيدور كل هالدورة هيدي وبيبرم من عند فلان لعند فلان لعند فلان هذا شخص طبعا بيغير وبيتبدل بس انه لانه عمل هي المشهدية سمير جعجع نقول هل ممكن يتغير؟ لا انا على اقله على مستوي بقول لك سمير جعجع ثابت لا يتبدل انت لا يتغير. لما تم طرح او التلميح لامكانيه طرح لعماد ميشيل عون من قبل الرئيس سعد الحريري كرئيس للجمهوريه، اكثر شخص قيمته بالجمهوريه اللبنانيه هو دكتور سمير جعجع وكثير حيوه على ذلك وراح عمل معركه بعتقد المملكه العربيه السعوديه على هذا الموضوع مزبوط او لا؟ انا اللي عم بسالك شو اللي تغير بالعماد ميشيل عون بثوابته بتحالفاته بشخصه اللي ما كان مقبول ضيعنا سنه وسنه ونص من عمر هالوطن صار اليوم مسموح مش هيك ومقبول سألتك السؤال وبدنا نعمل له حمله بيار ست بولا ما عم جاوبني عم تسالني سؤال طيب حدا اجوا كرسوا قالوا دبروا حالكم الرئيس من 8 اذار وعندكم خيار من 2 يا فرنجيه يا عون شو بتعملي بهيك خيار؟ مين طرح هيك؟ هيك انطرحت الامور هيك وصلت الامور بس انه تتخلى عن معركتك سنه 2004 قالوا لنا في تمديد ودبروا راسكم ليش ما قبلنا؟ طيب خلينا نوقف نتوقف ليش بدنا نقبل هلا؟ انه هن يقولوا لنا 8 اذار قد ما انا بدي اذكر ليش بدنا مش انا اللي بوافق انا طيب. انا تلقيت مثل ما انت تلقيت مثل ابولو مثل ما اللي عم بدافع مثل عم بوافق مش هيك عم انا ما عم دافع انا بالعكس انا عم لوم وعم اقول ليش وصلنا لهون؟ انا بدي اعرف ليش وصلنا لهون؟ بدي اعرف مين اللي وشوشنا ومين اللي حصر الترشيح بمارونيين من 8 اذار بس اكيد بالنسبه للمشاهدين والكتار من اهلنا من ناس
تم إذا بدك التركيز على المشهدية أنه جمعة مسيحية مسيحية ضمن الطائفة الواحدة ضمن المذهب الواحد، حتى في كتلوكة من الحمرياشي يعني مع أنه له حصة كبيرة بالصلحة، أنه هيدي الجامعة هيدي الجامعة شغلة إيجابية بمستقبل البلد. كمان هذا الموضوع يمكن لازم يتفند، يمكن لازم نحكى عنه، هذا التلاقي المذهبي الصرف بكل المواضيع وعلى كل الطريقة والتحليل له بهدف. ست بولا بس أعطانا الحق كلمة سريعة، كثير من القواتيين نواب وقيادات وحتى على لسان دكتور جعجع من بعد هيدي المشهدية عم بيقولوا كل يوم، وأنا مش هون لدافع عنه، بس فعلا هذا اللي عم بيقولوا أنه هذا المشهد اللي حصل منه بمواجهة أحد. واللي قاله نوفل بخصوص السينسين يعني سعد وسمير، نهار اللي بيفكوا هول الكتفين عن بعضهم وبسألين ليش بعد ما فكوا بقلك لا يعني رايحين، لا ابدا رايحين الى خراب. اذا فكوا سريع التعبير، اذا فكوا راح يفكوا رقبينا، ايه لا رايحين الى خراب يعني لحظه اللي يفترق سمير جعجع وسعد الحريري على الدنيا السلام. يعني بده يعرف سمير جعجع انه الافتراق عن سعد الحريري يعني داعش محل سعد الحريري، وبده يعرف سعد الحريري انه الافتراق عن سمير جعجع يعني العماد عون وكل تركيبه حزب الله عند المسيحيين هي اللي راح تقوى مش العكس. واحد يغلط بهالموضوع واوعى حسب معلومات الـ LBC اليوم مشروع ما في اي قبول بالعماد ميشيل عون رئيس جمهوريه من المملكه العربيه السعوديه، حسب الـ LBC انه تبلغت اوساط فرنسيه هذا الموقف اليوم. استاذ نوفل، تعتقد امبارح بذهن الرجلين انه شعروا انه المسيحيين هن ربما ورقة او ادوات في الصراع السني الشيعي الكبير الممتد بكل المنطقة، وطبقا لذلك قرار الانقضاض خلينا نقول والمطالبة بيكونوا لاعبي صف اول؟ لاعبي صف اول بشو؟ بالصراع السني الشيعي؟ لا، بإدارة البلد أو بتقاسم الحصص أو بأي شيء، مع أنه في نظرية بتقول أنه انقسام المسيحي كتير منيح، كأنه كل واحد بيبتز حليفه وبيحصله شيء بالوضع الراهن. على سبيل النكتة أنا ماروني إذا المواني رجعوا حكموا البلد مش زعلان، بس أنا اللي خايف أنه نطير من المعادلة بهذه القصة، مش نبقى بقلب المعادلة. أنا مع أنه نبقى بقلب المعادلة، بس تنبقى بقلب المعادلة عندنا حل واحد، شراكة مسيحية إسلامية بهذا البلد. ما في عندنا خيار، هيدا عملية التراجع الى الصفوف المذهبيه والطائفيه لن توصلنا الى مكان. اليوم سمير جعجع قبل ترشيح العماد عون وبتمنى انه يبقى بعد الترشيح كان شريك مليار و200 مليون سني على مستوى العالم بوجهه نظره بطريقه تعاطيه. العماد عون كان ولا يزال وين بيصرفهم؟ جاب لك اليوم مشهد امبارح بينصرف بالانتخابات، بسكروا الساحه يمكن العونيه والقوات اذا نزلوا. ما رح يعني بتمنى ينزلوا مع بعضهم، بس نوصل على الانتخابات بيصير في لها غير حساب، بيصير في لها صدقيني بيصير في لها غير حساب. ما بتعتقد رح يدفعوا الثمن المسيحيين المستقلين زعامات المحليه؟ انا ما فرقاني معي المستقلين وما فرقاني معي الاحزاب الصغيره والاحزاب الكبيره، فرقاني معي المسيحيين ونقطع السطر. رح يدفعوا الثمن، برجع بكرر، عمليه فك الشراكه المسيحيه الاسلاميه لأي سبب كان ولو لهدف سامي اسمه استعادة حقوق المسيحيين، إذا لم تكن بإطار معركة كبرى اسمها سيادي رح نصور على الهلاك. وعندي ثلاث أمثال. ثلاثة؟ إيه؟ بعنا، ما نقول بعنا، تخلينا عن السيادي باتفاق القاهرة سنة 69، مش هيك؟ في سبيل الاستقرار بلبنان وضمان الدولة اللي كانت المارونية السياسية حكمتها، وصلنا لل 75، الفلسطيني خربنا، جبنا السوري تخلصنا من الفلسطيني، نزلنا عن السيادة وعن الأمن في مقابل الحفاظ على الحد الأدنى من هذا النظام يلي بيسموه نظام المارونية السياسية. اجت إسرائيل لتخلصنا من الفلسطينية، مش هيك؟ طيب راحت إسرائيل، اجت إيران وحزب الله. شو اللي عم نطرحه اليوم؟ انه اخي نتنازل عن شوي من السياده وكذا في سبيل الحفاظ على شويه مكاسب بالسلطه. ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. المسيحيين بلا الكيان لو بدهم ياخذوا كل شيء صفر. بس يعني هذا الكيان هو مش معناته انتقاص من المسلمين، بس المسلمين عندهم عمق العربي، عندهم عمق الفارسي. ما يعني اليوم انا بجيب لك بكل صراحه، ماني خايف على سعد الحريري يربح ويخسر، ولا خايف على حسن نصر الله يربح ويخسر، لانه
الحد الأقصى لربح الحريري اليوم هو 51% مقابل 49% لحزب الله، والحد الأدنى الأقصى لربح حزب الله هو 51% 30% 30% 49 مش هيك؟ بس أنا بقول لك بهذه القصة مثل ما أنا ماشي اليوم، المسيحيين وين؟ المسيحيين وين؟ أنا من سنتين كنت بواشنطن، مش خجلان يعني، وعملت زيارات ولقاءات من سنتين، أكثر من سنتين يعني، من أيلولين لورا كان بعده الرئيس سليمان ببعبدا، قالوا لي شغلتين فايتين على ثلاجة طويلة الأمد، جربوا ما تقطعوا الكهرباء، لا في انتخابات نيابية ولا في انتخابات رئاسة جمهورية ولا بلدية حتى. بأيلول هيدا المرأة كنت كمان بواشنطن، سمعت ذات الحديث وسمعت بالتواتر، وإن شاء الله أكون أنا غلطان اللي سمعته، وإن شاء الله أكون فهمت إنجليزي غلط، إنه الواضح رايحين على امتداد او تمديد اضافي لهي الازمه الى 2017 لحزيران 2017، يعني الى ما بعد تاريخ انتخابات النيابيه. وهون الخوف الكبير يلي عم بجرنا عليه حزب الله، لانه كل اللي عم نعمله، وانا بدي اسلم جدلا انه جبنا مش بس 64 نائب، جبنا 100 نائب، وبيبقى حزب الله حامل المسدس وحطه على الطاوله، بيشطب القوانين، بيلغي القوانين، بيتمقطع بمطار بيروت، بيقرر التهريبات كيف بدها تصير، مواد فاسدة، بيقتل سامر حنا بدم بارد، بيطلع شو اسمه ميشيل سماحة، بيبارك لميشيل سماحة يوم التسجيلات، يعني شي عجائب رح نشوفها بعد شوي. كل هول اللي عم نعملهم كرمال شو؟ ورح لك أكثر من هيك، عمل نوفل دور رئيس جمهورية، وأنا عملت رئيس حكومة، وأنت عملت بظل السلاح، شو فينا نعمل؟ فإذا نحن عم نضيع وقت، وأكبر خطيئة ارتكبتها قوى 14 أدار هي أسقطت الشعار الأساسي اللي رفعته من سنين لورا، ما في حياة سياسية بلبنان قبل معالجة مسألة السلاح. يعني طاولة الحوار اللي تأسست كرمال نعالج هيدي المشكلة، رحنا صرنا عم نحكي بموضوع زبالة، إنه هالقد اخذونا لهيدا المحل، لهيدا المحل، هي اكبر نكبه. واللي وصلنا لهون ست بولا انه نحن صرنا بدنا نختار بين واحد سوري واقل سوري ومين اكثر ايراني، هو انه نحن فتنا بانجريناج طويل عريض بهيدي الدوله، فتنا بلعبه السلطه. 14 اذار كل ما فاتت بلعبه السلطه عم تخسر، كل ما اشتغلت كيانيه وسياديه بتربح. اللي محفوظ اذا بجيب لك اسوء رئيس ممكن تتخيله بالعالم، وبقول لك تاني نهار ملف زبالي ممكن يتحرك، لان في كثير قالوا انه هذا الملف مرتبط برئاسه الجمهوريه. ما سمعتها؟ وبتعريف رح نصدق، لانه ليك زبالي قد صار له 6 اشهر. اذا بيقولوا لك بنشيل لك الزباله من قدام بيتك، كان الزباله باقيه لل 2017 على القليله، هلا هالقد باقيين بلا رئيس؟ انا مثل ماني شايف، عم تحكي عن جلسه 8 شباط بتساقب يوم تنين، بداية الصوم عند الموارنة، وقبل يوم من عيد شفيع الموارنة، عيد مرمرون، رح نقول للعالم اذكر أيها الإنسان إنك من التراب وإلى التراب تعود، معبرة شوي مش هيك؟ قبل عيد مرمرون بنهار، بس ما حدا بده يعود إلى التراب قبل ما يقدر يجرب يعصر هذه الحياة. هذا حق مشروع، على كل حال مشروع بدون أدنى شك، بس أوقات الإنسان بيكون عم ينتحر من حيث لا يدري. أوقات بس الإنسان بيكون عم ينتحر. نوفل في شيء نحن يعني في هيك إشارة سريعة بدي أحكي عنها، موضوع رئاسة الجمهورية. إذا بتلاحظي إنه قوى 14 أدار لليوم عم بحكي رسميا رشحت سمير جعجع، عم بحكي لليوم. طيب سعد الحريري التقى ب شو اسمه سليمان فرنجية، وانتبهي تم ترشيح سليمان فرنجية على لسان سعد الحريري، ولهلا ما سمعنا الرئيس سعد الحريري ولا نهار، لا رشح ولا عمل مؤتمر صحافي وما شفنا صورة. طيب امبارح الحكيم رشح ميشيل عون وأبقى على ترشيحه، أو على الأقل ما سحب ترشيحه. وليد جنبلاط داعم أوري حلو، لا دعم فرنجية وعم يشتغلوا بذات الوقت مرشح أوري حلو. طيب شو هالبازل يعني ما في رئيس جمهورية، شو هالمنطق هذا اللي عم بيصير؟ قلة الوضوح أكثر من هيك ما بقى يصير. خي خبرونا بس، ما بقى في قواعد للعمل السياسي بلبنان، ما نضحك على حالنا، خي خلينا نحكي عن حالنا، الناس عم تضحك علينا. فينا نحكي عن بس فينا نحكي عن التموضوع الإقليمي، ما بقى في قواعد. مين مرشح اليوم؟ مين مرشح 14 أدار؟ عم بحكي اليافطة 14 ما في، عم بقول لك كيف ما في؟ عمليا اذا بتطلع بكل الاسماء اللي عم تنطرح، اول شيء عندك الاسمين الابرزين سمير فرنجي ميشيل عون، بعدين بيقولوا لك توافقي، بعدين بيقولوا لك موظف درجه اولى. من هو ما في 14 ادار الرسمي عمليا؟ هو دكتور سمير جعجع. طيب بس لا طلع فيه عمليا، عم تسمع حدا عم بيقول لك شو حظوظه؟ ما زال هو المرشح، رشح حدا تاني يعني، ما فيك بقى تقول انه مرشح.
المرشح رشح حدا غير. انا لازم اضرب بالمندل واقول انه لانه هيك واستطرادا وحدا مندل اللي هلا بقى كمان انه طلع سمير جعجع بمعرب اعلن ترشيحه واجتمعت قوى 14 اداره واعلنت ببيان رسمي تبني هذا الترشيح صح ولا لا؟ طب على الاقل صاحب العلاقه رشح حدا غيره عظيم بدك تضلك مرشح الرئيس الحريري كمان يلي كمان مشي بترشيح سمير جعجع يقال لانه بعد ما سمعته انا لهلا للرئيس الحريري يقال انه مرشح سليمان فرنجيه وليد جملاط يلي عنده مرشح مرشح سليمان فرنجيه منجاوب على هيدي النقطه انه البعض بيشوف ربما وهون بدي اسالك استاذ نوفل هذا موضع إقليمي جديد إيران فاتت بعصر جديد أصبحت اليوم قوة جزء من الساحة العالمية الشرعية خلينا نقول بين هلالين لم تعد دورة لا مارقة ولا بمحور شر رفعت العقوبات واللبنانية معروفين أنه كل يوم ما هيك بيشوفوا اتجاه الريح والهواء وبيتابعوا سياسة إقليمية على القليل الطبقة السياسية بتتابع الشعب يمكن ما كتير على القليل نحن كقوى 14 أدار متهمين أن ظلم السعودية لأول مرة من 50 سنة منشوف السعودية عم تعمل حرب على إيران نروح نحن نعمل نجيب جماعة إيران رؤساء بلبنان كيف يعني لا لحظة 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 في تموضع إقليمي جديد بمعنى أنه اليوم الإيراني حسن وراءه ايه؟ هو بلا مال وعقوبات ايه؟ كانوا مثل ما عم بتقولوا بيعملوا بيعطل مثل ما بده عبر حزب الله في لبنان صحيح. طب كيف اليوم لما راحت العقوبات وغيرها مش أنا ممكن يكون دكتور سمير جعجع طلع قال انا اليوم المصلحه بهذا الاتجاه وليس باتجاه اخر يا ست بولا انا ما اخذي على الدكتور جعجع وعلى الرئيس الحريري قلت لي كيف الاول وبكرره لو يطلعوا ويقولوا يا شباب ايران ربحت الحرب والسعوديه وحلفائنا بالدول العربيه والشرعيه العربيه خسرت بمواجهه ايران نحن مضطرين نرتب الوضع بلبنان بالتي هي احسن امتين حدا اجى خبرك هيك بالمشبرح لما يقلب السياسة اللبناني بخبرك بيجي بيقول له انا مضطر هلا اقلب لانه موازين القوى بالخارج تغيرت هلا اذا اللبناني ما بده يقول هيك يصطفل بس الفرنساوي بيقول هيك والامريكاني بيقول هيك وكل انسان حضاري بيقول هيك وانا عم بدعي على الاقل ب 14 اذار انه انا بدي بلد بهيدي الصوره هلا اذا بدنا والله لا نقعد قاعدين انه انا ما عندي معلومات واللي انا بعرفه ما ضروري حدا يعرفه من الباقيين طيب انا يمكن لو حطوني بالجو الرئيس الحريري والدكتور جعجع كصحفي او كانسان اعلامي او كانسان بحكي وحطوني بهاي المعطيات كنت هلا عم دافع عنهم انه ايران عم تربح بس انتبه يعني هن ممكن يقولوا لي اللي بدهم اياه بس انا مش ممكن صدق انه وين ايران عم تربح وين عم تربح بسوريا عم تربح شو عم تربح رفع العقوبات منه مكسب اليوم يعني لهذا النظام الموجود او القائم مدام بولا رفع العقوبات اليوم تموزل اخذت الله يخلي لك جوزك وابني بس قد ما كررت لي اياها انه اليوم الواقع الايراني انه فكينا الحظر واخذوا 120 مليار هول 120 مليار ما بيطلعوا فرق شهر ببرميل بترول نزل من ال 100 دولار لل 20 دولار لل 25 دولار انت عم تقول هيك هيدي عوده اليوم الى ان تكون مقبوله من المجتمع الدولي الى فتح لاقتصاد الايراني الى استثمار عظيم. فيه يعني مين ضد انه يستثمر بايران بالاقتصاد طب ما لفتك انه امريكا طلعت مساجين مثل ما بنطلع نحن يعني عظيم. هون انه ليكو بس طلع لي فلان ما لفتك هذا الشيء هذه المشهد امريكا اجت قالت لي انه والله ايران صارت هي مسؤوله عن لبنان انا بدي اروح ابعد من بدها تخبرك؟ لا لا بل على الاقل لزمت لبنان ماشي الحال انا بقوى 14 اذار انا تيار المستقبل قوات لبنانيه حزب كتائب انا وقت اللي اجوا قالوا لي ملازمين لبنان لحافظ الاسد بالزمان قلت لهم روحوا بلطوا البحر عامل مقاومه دفعت حقه بس معلش ما بلطت البحر لا لا, 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 لا انا دفعت حقه صحيح بس بقيت بالبلد واليوم مستعد ادفع حقه وابقى بالبلد ومش مستعد اقبض حقه وفل من لبنان لانه هلا باللي عم بيصير نحن اذا بعد عنا امل نبقى بلبنان بسليمان فرنجيه وميشيل عون لن يبقى مسيحي في لبنان ولن يبقى انسان حر في لبنان بدي اسال هون استاذ لي محفوظ هل برايك المسيحيين المستقلين الاحزاب تخشى على دوره في ظل هذا التحالف اذا كمل اذا كان في ثنائيه مارونيه حقيقيه قصدك المش منتميين لاحزاب مستقلين يعني والاحزاب حتى الكتائب المرضى عم نحكي ايه والعائلات السياسيه كل البقوه عم بيقولوا 90% من المسيحيين هن يعني قوات وتيار وطني اوكي أو انت منصر. حضرتك بتعرفي مش بس بلبنان يعني بمعظم الدول يلي بيلتزموا بالاحزاب هن اقل بكثير من الاكثريه الموجوده يعني الراي العام المسيحي يلي منه حزبي
القوات قوتها مش بالمنتسبين، قوتها بالرأي العام اللي حدها. تيار المستقبل يمكن عنده 100,000 بطاقة بس في مليون بأيدوه، فقوة هيدي الأحزاب بالمستقلين بالرأي العام. هيدا عم بحكي مناصرين. أوكي. هول المناصرين ليش دخلك المستقلين ب 14 أدار؟ مش هني تيار مستقبل وكتائب وقوات بذات الوقت من دون ما يحملوا بطاقة؟ طيب مين بده يلغي مين؟ لا، انت عم تقصدي انه اذا تحالفوا الاحزاب القويه مع بعضهم هو رح يروحوا سلاطه. لا، هذا الموضوع منه موجود، وشفنا خلال مقاربه القانون، مشروع القانون الارثوذكسي، انه المستقلين كانوا مش قليل ورايهم كان منه قليل ورجحوا الكفه بهذا الموضوع، بالرغم من انه كان في احزاب ثقيله مشيت بهذا الخيار. بس كان عندك يعني اذا انت عم تحكي بموضوع مسلم وازن في هذه المساله رافض للارثوذكسي، ويبدو انه كمان حتى انحكى بانه الانتخاب اللي هو الامثل، حتى هذه النقطه تم الحديث عنها 15 ديره على اساس النسبيه او الارثوذكسي. كولا شو؟ ما في قانون انتخاب. اجتمعنا بمعراب وقلنا لهم ميشيل عون رئيس جمهورية، جاوبنا الرئيس بري مش انتم بتعملوا رئيس وحدكم، ما بكفي لقاء معراب. اجتمعنا بمعراب وقلنا قانون ال 15 دايرة، بكره بيردوا علينا نفس الشيء، وليد جنبلاط وسعد الحريري ونبيه بري مع حفظ الألقاب. ما فينا بهذا البلد ما حدا بيقرر لحاله. ما حدا رح يقرر لحاله، طيب. وهيدي الشغلة مش نحن بس بدنا نفهمها، كمان شريكنا المسلم بده يفهمها بلبنان. ما في قرر لحاله. أنا برجع بقول لك شغلة، في مطرح من المطارح بعطي حق للدكتور جعجع ومش لميشيل عون. مستحيل اعطيه حق بشيء لهذا الزلمه، لانه منه صادق وما بيلتزم بشيء بموضوع حجم المسيحيين في السلطه. بس انا بيجي بقول شغلي انه بقدر ما الدكتور جعجع عنده مطلب بهالموضوع، بدهم يفهموا المسلمين بلبنان انه هذا الحق الذي يطالب به جعجع هو ضمانه لهم لكمسلمين ومش لسمير جعجع ولا المسيحيين فقط. عزيز.